طبعا حضرتك كلكم تابعتوا ابو دراع، وطبعا كلنا عرفنا ان ابو دراع بيلعب رياضه وهو اخد هرمونات عشان يكبر دراعه عشان عنده حلم عايز يوصل له ايا كان اللي عمله. الحقيقه ابو دراع النهارده معانا في اللايف عشان هو عايز يقول تصريحات لكل اللي بيتابعه لكل اللي مصدق فيه، وفي نفس الوقت عايز يقول في حاجات بيحذر منها، بس هنسمعه من غير ما نحكم ونشوف القصه اللي ورا ابو دراع. ازيك يا ابو دراع؟ عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ ايه الاخبار؟ كله تمام، منور الدنيا. نورك يا استاذ ابو دراع. انت اسمك محمد؟ اه. انا لسه محمد. عارف دلوقتي يعني بعد قعدنا مع بعض فوق النص ساعه. محمد منور الدنيا. نورك يا استاذ ابو دراع. نلخص الموضوع، انت طلعت على السوشيال ميديا وكسرت الدنيا من منطلق انك انت كنت عايز تكبر دراعك بشكل انك توصل بيه موسوعه جينيس. وعجبني فيك واحترمتك لما قلت انا خدت هرمونات والهرمونات دي غلط. مليون في المية كلام صح. اسمعك بقى يا ابو دراع لكل اللي بيتابعك، عشان في شباب كتير بتلعب رياضه وفي شباب كتير ممكن تكون عملت ده، فعايزين نعرف تجربتك انت ايه. انا اول حاجه ابتديت طريق الهرمونات ده استمر مثلا عندي 16 سنه او 17 سنه. كان حلمي او هدفي كان مختلف تماما عن بقيه مثلا الناس كلها. اللي انا عايز اوصل لاكبر دراع على مستوى العالم، مش في مصر بس. اكبر دراع، اكبر دراع مش على مستوى، مش اكبر العالم. جسم رياضي، لا اكبر دراع. بس ده كنت اخد دراع يا ابو دراع. ليه سبت كل اعضاء ربنا ورحت للدراع؟ انا عايز اكبر دراع. انا كان عندي الحلم ده والفكره دي جات لي وانا لازم اوصل لها. انت شفت حد عمل كده فانت قلدته؟ لا ما شفتش حد. ده كنت انا كان 10 سنين او من بعد ما كانش 10 سنين. انت عندك 25 سنه. انا ابو دراع اللي عنده 25 سنه فاكره اكبر من كده بكتير. لا ما ابتديت في سكه الهرمونات مره مع مره. دخلت مثلا الجيم جسمي ما بيكبرش ليه؟ ما انا باكل كويس وبتمرن كويس. فما فيش حاجه. ابتديت الجا للهرمون. وما ابتديت دخلت في سكه الهرمون اللي انا لا لازم اوصل لحاجه مختلفه ليا انا، ليا انا شخصيا. بالبدايه انت بتقول ان ده غلط. مليون في الميه، ويعني استمر مع حضرتك، مليون في الميه غلط. مليون في الميه غلط. ومحدش يلجا لطريق الهرمونات خالص. تمام. وجربت الهرمون انت عندك 15 سنه. 16. وبعدين ودخلت بقى في سكه الهرمونات دراعي لحد ما مره مع مره مع الوقت. بس هرمون انت بتحقن دراعك بس مش جسمك كله؟ لا دراعي بس. ما شاء الله ابو دراع مش مصدق على فكره. ما شاء الله انا ما شفتش الشكل ده قبل كده يعني. لا يعني ما شاء الله ما شاء الله. كم تيشيرت اتقطع عشان دي تلبس بالشكل ده؟ انا سالتك السؤال ده صح؟ يجي اربع خمس تيشيرتات. اربع خمس تيشيرتات. طب المهم اخدت هرمون بحقن موضعي يبتدي حقنه في دراعي. في الباي والتيروي هنا والناحيه الثانيه في جميع دراعي بقى. فمره مع مره لا لازم اوصل مثلا للحلم اللي انا عايز احققه، اكبر دراع مش في مصر، على مستوى العالم. على مستوى العالم. فكان في الروسي طبعا اللي هو فتح دراعه ده من قريب. فانا بقى يعني المفروض خلاص الفتره اللي جايه دي ادخل موسوعه جينيس ان شاء الله يا رب، واخد واخد الكلام ده كله. طيب واحنا بنتكلم انت قلت لي لعبه رياضه الحديد شقين، في شق اللي بيلعبوا كمال اجسام وبطولات وفي شق تاني في عالم تاني، فهمني دي. الشك اللي هو في كمال الاجسام او في البطولات او الكلام ده كله دول برضو بيلجاوا لهرمونات، بس هرمونات غير هرموناتنا احنا. بيلجاوا لهرمونات. ما هو الابطال يعني بيطلعوا على مسابقات برضه عشان الناس تبقى فاهمه. لا مش اكل بس يعني. هو استحاله يكون اكل بس. لا ده اكل ولجاوا لهرمونات عشان بس الناس تبقى فاهمه والناس تبقى ايه يعني فاهمه كل كلمه انا بقولها. لجوا بس اللي بتهالي انا اعرف ان اللي هو في بطوله وتحلله لا عنده هرمونات اخد هرمونات بيتمنى هرموناتهم غير سكتهم غير سكتنا. وانتوا ليكوا سكتنا احنا لينا سكه تاني. لا يعني بالشعب بتاعنا الجردات مثلا على باب نايت، على باب مركب، على الكلام ده كله بقى. على تامين الحفلات دول سكه واحنا سكه. ايه الفرق؟ انا مش فاهم. اللي هم مثلا او اللي احنا بنرجع لهرمون حيواني او هرمون في بامب بنسبه زياده. تمام. هم بيلجوا لهرمون بشري، الديكا، التستيرون، الترنبولون، الكلام ده كله. الهرمونات اللي انت بتاخدوها بقى دي هرمونات حيوانيه. هرمونات فيها نسبه يعني نسبه بامب ونسبه كذا حاجه يعني. طب سؤال عشان نوعي كل الشباب، انت خدت هرمونات كتير بشكل موضعي ضرتك؟ طبعا. طب طبعا قول عشان كل اللي بيفكر يعني كده يبقى ضرتني في الكبد، ضرتني في الكلى،
لا ما اه 25 سنه وبتعاني من كبد وكلى ابو دراع ضروني ما بس انا متابع يعني بس انا ايه عشان معايا دكتور ومعايا تحاليل دايما بعملها فطبعا الدكتور ده بيساعدني عن حاجات كتير قوي يعني بيلحقني بدري بدري كده فانا طالع بنصح لوجه الله مش لاي حاجه ولا اي سبب تاني لا عشان خاطر ربنا ملاش حد ياخد الهرمونات بلاش حد ياخد الهرمونات اي هرمونات بقى ولا بشري ولا بامب ولا أي ولا السينسول ولا الكلام اللي هم بيقولوه اه عشان ما فيش سينسول في مصر اصلا ايه سينسول ده السينسول ده هرمون المفروض اللي الشعب المصري بياخده او الجردات بتاخده بالمعنى الشعبي ده اللي بيكبر مثلا حجم الدراع بس ما فيش منه في مصر ده بيبقى في احدى الدول العربيه طب وده هنا في مصر بيجي بنستورده بقى ولا لا مش بنستورده بناخده بالطريقه الشعب بتاعتنا احنا هم اللي بيعملوه بقى بيتعمل بجد بيتعمل هنا بيتعمل ده بيتعمل ازاي ده تركيبات بيعملوها شغل مضروب حاجات بسيطه وحضرتك عارف مثلا اللي في ناس فتحت كتفها فتحت دراعها يعني ايه فتحته يعني من الحقنه يعني من الزيت او من الهرمونات دي فتحت دراع عشان الهرمونات بتبقى مضروبه بتبقى مش صحيه بيبقى مثلا متضحك على الشاب الجديد او الشاب اللي بياخد هرمون دراعه اتفتح ليه دراعه اتفتح بمعنى دراعه اتفتح طلع له خراج في دراعه طلع له خراج في كتفه ده موضوع كبير ده موضوع مضر قوي ده يعني الحمد لله ان الموضوع عدى معاك على كده لا ما هو عدى معايا اول حاجه ستر ربنا بس انا عارف انا باخد ايه كويس يعني انا عارف انا باخد ايه كويس وعدى معايا ستر ربنا اول حاجه ومتابعه الدكتور والتحاليل والفلوس اللي انا بصرفها برضه انت معاك دكتور بتتابع معاه على طول مليون في المية لازم طب ابو دراع انت اول مره تظهر على السوشيال ميديا انا تابعتك يعني الناس كلها اتخضت من الشكل واتخضت من الدراع واتخضت من ان في حد بيعمل كده رد الفعل كان ايه اللي جالك ايه الناس قالت ايه وانت اتعاملت ازاي بس انا عايز اقول لكم على حاجه ابو دراع مش بس هو لاعب رياضه لا ابو دراع كمان مسؤول عن فض منازعات في بولاق يعني هو ليه دور شعبي وليه دور مجتمعي واللي بيحاول ان هو يساعد اهل حتته ان هو يكون يعني بشكل او باخر ان الدنيا لو عائلات بتتخانق مع بعض او حد بيتخانق مع حد هو راجل حكيم كمان مش مستخدم دراعه بغشامه لا هو عنده وعي حب الناس وبرضا الناس الحمد لله كل حاجه انا عارف ان انت محبوب قوي في بولاق الحمد لله رب العالمين يعني حب الناس دي اهم حاجه الحمد لله الحمد لله قول لي بقى رد الفعل ايه رد الفعل ان انا بطلع بنصح الناس ممنوع يا جدعان تاخدوا هرمونات بلاقي هجوم عليا بلاقي تريقه عليا يا جدعان انا بنصح محدش ياخد هرمون يعني بنصح محدش ياخد هرمون لوجه الله يعني يسألوا مجرب ولا تسألوا طبيب وبيهاجموا بيهاجموا مش عاجبهم الشكل ولا مستغربينه ولا شايفينه مستغربين ومش عاجبهم الشكل ومش بياخدوا كلامي بتريقه فكل الكلام ده غلط كل اللي بيحصل ده غلط بس ما علي اطلع مره واتنين ومليون وانصح برضو الناس بيضايقك كلام مش بيضايقني عشان عندي حلم او هدف عايز احققه مش فارق فكل ده ورا داري ما بتفركز ما فيش اي حاجه من الكلام ده كله اهلك ابوك امك الله انا شاب إيه انت الله يرحمه ابو دراع عامل تاتو باسم امه الحاجه ربنا يخليها لك يا رب امين يا رب ربنا يخليها لك يا رب يبارك لك فيها يا رب دي اهم حاجه ايه بقى لما انت اكيد طبعا الدوشه ديت عملت عندك كلام في المنطقه ايه رد الفعل رد الفعل اهل منطقتي بيساعدوني او نص الناس بتساعدني واستمر زي ما انا واكمل في طريقي لحد ما اوصل اللي انا او هدف اللي انا عايز احققه ومكمل واحقق الهدف ده ان شاء الله يعني ما فرقش مع حد حاجه لا مش ما بتقابلش حد بيغلس عليك في الشارع مفيش بيتصوروا معايا والله يعني اللي بيتقال على النت غير اللي في الحقيقه الشارع خالص لا والله طب يعني اسالك سؤال بقى بس ده يعني ترد عليه بصراحه تمام مفيش واحدة أنت كنت بتحبها خافت منك يعني قالت ده دراعه كده لو اتعصب عليا في يوم من الأيام هيضيعني ما هو أكيد الفكرة دي هتيجي في بال أي بنت حلال بإذن الله هتظهر يعني دي الحوار ده أنا مركز الأول في بس محقق نجاحي ومحقق هدفي الأول بعد كده بص لطريقة الجواز أو بنت الحلال والكلام ده بس أنت عندك أكيد 25 سنة أكيد بتحب يا أبو دراع وأكيد في واحدة لا مفيش الكلام لا إيه اللي مفيش الكلام ده مفيش طبعا أكيد مفيش الكلام ده كله طب وقبل يعني هو أنت دراعك كده بقاله كام سنة؟ ما شاء الله لو بيزيد مش يعني كان قليل حجم بيزيد أنا مثلا في سكة 20 سنة دراعي بدأ يفرق من قد ايه؟ من خمس سنين من خمس سنين هو انت ناوي تكبره عن كده؟ عشان اوصل موسوعة جينيس بجد؟ والله يعني تاخد برضو الهرمونات دي تاني لا انت عايز تكبره عن كده اكبر من كده ايه عشان اوصل لهدفي
لهدفك مش بس انت عمال تحذر وتقول في ناس حصل لها ودراعها واتقطع. طب ايه؟ ما عشان الناس دي بيضحك عليها. استاذ تامر الشباب اللي طالعه بيضحك عليها فبيفتحوا دراعهم الخراج اللي بيدفع في دراعهم في كتفهم مطرح ما بيضربوا فده اكبر غلط. عشان كده بنصح عشان كده موضوع الهرمونات دي منتشر في الجيمات. انا عارف ان انت عندك جيم. انت لما بيجي لك شباب صغير كده يقول لك انا عايز العب وعايز اكبر وعايز فورمه الصيف والكلام ده بتقول له ايه؟ ولو يقول لك عايز اخد الهرمونات وكده لو يرجع الهرمون يظبط جسمه كله. جسمه كله يبقى متناسق مع بعض. شكل جسمه حلو. مفيش حاجه دراع بس يعني. وبتمنعه ان ياخد هرمونات. بقى فيش هرمونات. شكل جسمه يبقى حلو. خلي بالك الرياضه انتشرت وفكره ان الساحات وصالات الحديد كترت والشباب بقى حابب ان هو يبقى جسمه حلو. بس لو الدنيا اتفتحت على الهرمونات دي هنضيع. الدنيا مفتوحه والشباب ضايع. مش لسه هتفتح. يلا بقى قول يا ابو دراع بقى ما اقول بقى لا مش لسه الدنيا اتفتحت والدنيا خربانه مع الشباب. انا يعني كنت من اسبوع مثلا فعلا دي حقيقه مقابل واحد دراعه صغير فعلا بس لجأ لهرمون مضروب مخشوش هيفتح دراعه بجد. فدي بقى اكبر يعني دي اكبر ازمه واكبر غلط. اكبر. طب انت واخد ايه؟ لا انا مش عارف انا واخد من كذا. طب انت واخد ايه الماده اللي انت واخدها؟ انا اقول لك انا مش عارف انا واخد ايه. لا والله يعني هو اتحقق مش عارف عشان تعرف بس إيه؟ عشان انا اعرف مثلا اعالجه واعرف اديله نصيحه يعمل بيها يقول انا مش عارف انا واخد ايه. طب انا انصحك بايه؟ يعني انا ايه نصيحتي؟ انا مش عارف انصحك. ابو دراع تعالى اعمل كده انا عايز اشوف بس. بص حط دراعك كده يعني لا خليها هات هات ما تشغلش بالك. بس مفيش خالص مفيش مفيش مقارنه ابو دراع على فكره ما شاء الله. يعني ده يعني ده تعب كام سنه؟ تعب 5 سنين انت بتقول صح؟ تعب وانا عندي 15 سنه. ده عندك 15 سنه. ربنا يوفقك يا ابو دراع. ويعني يعني كل اللي بيشوفنا ابو دراع عارف ان هو يوصل نتيجه ديت وهو بيحذر من الهرمون وبيحذر من الهرمونات وده فيها ضرر. وزي ما حضرتك سمعتوا في ناس كتير اتضرت في ناس كتير اتاذت شباب كتير صغير عايز يكبر جسمه بيأذي نفسه بالهرمونات. ابو دراع عمل كده ووقف ده بسبب ان هو عنده حلم انه عايز يروح موسوعه جينيس انه يبقى اكبر دراع في العالم. ربنا يوفقك في حلمك ايا كان يا رب انك تحققه. بلاش هرمونات. بلاش هرمونات لوجه بلاش. الله بلاش هرمونات. عشان خاطر ربنا بلاش هرمونات. بلاش الطريق ده. الطريق ده نهايته مش حلو اقسم بالله. انا عارف يعني يحمي الجميع يا رب يحمي الجميع. الهرمونات ديت بتساعد على الاورام ويعني حاجات اورام وخلايا ميته وكبد وكلى يعني تفاصيل تانية صعبه. حاجات صعبه وحاجات يعني فعلا والله العظيم حاجات صعبه قوي. حاجات فوق انت ما تتخيل وفوق ما اي حد يتخيل. حتى الهرمونات البشريه اللي هي الديكا والترمبرون والتسول حتى الكلام ده كله بس كله. عندنا مشكله يعني هي دي اللي مخليه الشباب تلجا للكلام ده بسهوله. المشكله ما فيش رقابه على الجيمات. ما فيش رقابه على الجيمات. فين الرقابه؟ ما فيش. فين الرقابه؟ ما فيش. اي جيم دلوقتي اي جيم تخش او ثلاث ارباع الجيمات بلاش نعمم ثلاث ارباع الجيمات اللي عنده مكتب واللي حاطط باترينا فيها فايلات وفي حاجات غريبه. فايلات دي حقن يعني السرنجات وكده. في حاجات غريبه قوي. طب فين الرقابه؟ فين يا جدعان الناس اللي انا ما اسمع الكلام ده كله؟ ما فيش رقابه. ده في عالم تاني بقى في الناحيه. هو في غلط من ناحيه مثلا اللي بيرجعوا للهرمونات يعني ما لقيتش حد ينصحني. انا ما لقيتش حد ينصحني. قمت كملت اتمديت في اللي انا كنت بعمله. ما لقيتش حد ما حدش اداني نصيحه اكبر مني فاهم. قال لي انت عملت ده انت بتعمل ده انت بتقول لك انت كمان ده بيتعمل هنا يعني مش بنستورد ولا دواء ولا يعني هرمون حيوان. لا ده احنا خلطه بتتعمل. مفيش خلطه بتتعمل هنا بيدوها للشباب اللي طالعه. انت قلت لي كذا حاجه منها زيت بارافين بيتحط فيه. ده كارثه. زيت بارافين بيتحط في العضله ب 15 جنيه كارثه. بجد كارثه من الكوارث اللي الشباب بتاخدها. يعني الشباب اللي اما عنده يعني ما هو برده سبحان الله يعني على يعني على وقت انا كان نخاف مثلا من مخدرات ونوع مخدر. دلوقتي بقى في ابتكارات في المخدرات وابتكارات في الهرمونات. لا يعني ده كارثه. انت زيت بارافين ب 15 جنيه بيتحقن في الدراع. بيتحقن ده مصيبه بجد اقسم بالله مصيبه. ده بيكبر الدراع. مصيبه. ده بيبوظ الدراع مش بيكبر الدراع. مصيبه. والشباب بتقلق. مصيبه يعني حاجه كده صعبه. انت دراعك مش بيتعبك مش بينمل مش اكيد مش في هيئته الطبيعيه. لو كان بينمل او كان بيتعبني ما كنتش انا استحمل السنين دي كلها مثلا. إيه مثلا بيتعبني مش عارف انام او الكلام اللي الناس بتقوله ده كله. خب. انا ما كنتش استحمل. بس ما فيش وجع عشان انا عارف انا باخد ايه كويس. عارف طبعا معايا دكتور طبعا معايا تحاليل بعملها
بشكل مستمر يعني في حاجات كتيره ماشي عليها وطبعا فوق ده كله ستر ربنا دي اول حاجه ونعم بالله يعني في يعني عقلة وتوكل الشباب اللي بتاخد بقى ما فيش الكلام ما عندهاش الكلام ده كله خالص ما فيش طب تاني ابو دريس سمعت عن شباب لا قدر الله تعب او حصل له حاجه بسبب ده غير قطع دراع حاجه اكبر من كده يعني انا اعرف ان الهرمون دي ممكن توصل للوفاه وربنا يحمي كل شبابنا يا رب سمعت عن شباب مات بسبب ده اللي مات ده مش حقيقه مش حقيقه بسبب الهرمون اثر على كفاءه جسمه اثر على كثافه يعني اثر على جسمه دي حاجه مليون وده بتاثر عليه اللي هو داخل يتجوز داخل يكون حسب لو الهرمونات البشريه اللي قلتها لحضرتك قبل كده تاثر على هرمون الذكوره كمان الهرمونات اللي احنا بناخدها دي بتاثر على كبد كلى قلب كل الكلام ده كله الهرمونات المضروبه بقى بتودي في داهيه خراج في دراعك تفتح دراعك خراج في كتفك دي بقى المصايب زيت البرافين المصيبه الكبيره كل دي بقى يعني مصايب كبيره هي دي اكبر مصايب يعني وبنصح لوجه الله والنبي ما حدش ياخد هرمونات تعالوا شوفوا ابو دراع ده الكارنيه بتاعه ابو دراع اسمه محمد عبد القادر عبد الكريم فرج امانه فض المنازعات يعني مسؤول ولايه دكروف حزب المصري ما شاء الله يعني انت بتروح اخر خناقه رحتها عشان تفضي النزاع فيها كانت فين يعني عندنا في بلاد عملت ايه ما بيخافوش بدخلتك عليهم اصل كلنا احنا في منطقه شعبيه فكلنا عارفين بعض فاما واحد يدخل مثلا او ما بنكبر في بعض فالدنيا بتخلص يعني كويسه ابو دراع انت عمرك ما اتخنقت مش محتاج اتخنق لا انت دخلتك خناقه لوحدها مش محتاج تتخنق انت دخلت كده فدي خناقه لوحدها مش محتاج اتخنق يا اما حاجه حب الناس انا لو واحد شمنا له ربنا يسامحه بس صدق انا ما كنتش اعرف عنك كده انا عشان احنا معانا هنا في الفريق كذا حد من بولاء اول ما جيت قال له ده ابو دراع محبوب قوي في بولاء وفي ناس كتير بتحب محبه الناس دي اهم حاجه والله يا استاذ تامر فعلا لا محبه الناس دي حاجه يعني دايما كل واحد يبان لك انه ضخم كده يطلع في الاخر خالص طيب وما عندوش خناقات ومشاكل محبه الناس دي اهم حاجه ابو دراع لكل واحد قبل ما ننهي اللايف لكل واحد بيقول لك كلام بيضايق انا انت قلت لي جمله حلوه انا ما بسمعش انا شايف اللي قدامي وبكمل بس بغض النظر برضو ابو دراع بياكد انه لا الهرمونات هو مش بيشجع على ده بس تقول له ايه الناس اللي بتوجع بعض بالكلام من منطلق بس ان الشكل مش عاجبها هو اول حاجه يعني اقعدوا مع الشخص او اقعدوا معانا فهموا دماغي ايه صح او غلط ما علينا من صح او غلط بس بلاش الكلام اللي ملوش لازمه اصلا مش هعمل بيه من الاخر كده يعني بقى ملوش لازمه عشان مش هعمل بيه انت يعني بيتكلموا على الفاضي وانا مش هعمل بيه بس خد النصيحه بيقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب ودي فعلا حقيقه مش امثال ولا الكلام ده كله دي حقيقه مستفز انت برضه ابو دراع يعني مش هعمل بيه برضه يعني عارف احنا بنحاول نصلحك على الدنيا وانت قافش على الدنيا لا مش حكايه قافش يعني الصح الصح واللي انا قلته وبقوله مع حضرتك انا استاذ تامر بلاش تاخدوا هرمونات صح بلاش تاخدوا هرمونات مليون بلاش تاخدوا هرمونات لله لله مش عشان خاطرك كله بفلوسك صح سمعنا كبد كلى بيكلم قلب خراج بيفتح دراع خراج بيفتح الدراع وفي بعض الهرمونات بتخلي الشباب غير قادر على الزواج فعلا ودي غير قادر على الخلفه فيعني احنا بنتكلم على يعني مشاكل منين لفين ما انت ممكن لو يعني اهتميت بالرياضه حلو احنا بنشجع على الرياضه على فكره بلاش الهرمون بقى صح بلاش بقى تلجأ الهرمون في الاخر صح يعني بلاش انت لجأت الرياضه او الجيم او حلو بس بلاش بقى تلجأ الهرمون ملوش لازمه صح يعني ملوش لازمه اقسم بالله ملوش اي لازمه نورتنا يا ابو دراع وبالتوفيق واتشرفت بيك النهارده انا الشرف ليا يا استاذ تامر واتشرفت بحضرتك يا استاذ تامر ربنا يخليك ربنا يخليك وبالتوفيق وباذن الله انت عارف احنا لما طلعنا لايف مع بيج ياسمين موسوعه جينيس كلمتنا وطلبت رقم بيج ياسمين هيكرموها تمام. نتمنى يكون النهارده اللايف معاك يعني يكون خير وتكون ان شاء الله انا بتمنى كده ان شاء الله باذن الله يا رب وش حضرتك يكون خير عليا ان شاء الله يا رب ربنا يجعلني دايما خير وربنا مع البيج ياسمين طبعا ربنا معاها انت بتدعمها ولا لا بدعمها طبعا وكمل في طريقها وتستمر في اللي هي فيه طبعا استمر في اللي هي فيه ما تبصش خلي بالك في بعض الناس قالت اتضايقت من الشكل ان بنت بتلعب رياضه الحديد انت بتشوف ستات بتلعب حديد دف ولا ده شيء جديد عليك نص ستات مصر بيلعبوا حديد عادي بس هي خدت طريق مختلف اللي هي لجأت لهرمون بتاعتها لنفسها هي بتقول ما خدتش هرمونات ما خدتش هرمونات برضو لنفسها يعني هو ربنا معاه وكملي زي ما انت واستمري ما تخليش حاجه تعطلك ولا الكلام ده كله ولا تاخدي من الكلام السلبي او الكلام ده كله كملي واستمري ده اللي انا اقدر اقوله لياسمين نص ستات مصر بتلعب حديد نص ستات مصر بتلعب حديد والنص التاني باكل محشي
نورتني يا ابو دريا، نورتني، ربنا يخليك يا حبيبي، وانا الحمد لله عزك، الله يخليك، مع الف سلامه.